هقول لحضرتك على حاجة، هو الوالد ممكن بيجيب طبيب نفسي أو يجيب معد نفسي لأولاده؟ لا هو نفسه هو المعد النفسي، هو الأم. بس في ظرف يحتاج ده. يعني أنا أقول لك على حاجة نعم. في التجربة، الأهلي بعد حادثة بورسعيد مانويل جوزيه استعان بواحد زي الدكتور محمد فكري، واحد متخصص. ما كانش من السهل إن أنت تقدر تخرج اللعيبة من الحطام النفسي الرهيب ده، وحول اللي أنت بتقوله، حول الكارثة إلى دوافع. لدوافع بس دي عايزين نحقق البطولة علشان أرواح الناس اللي ماتت وهي بتتفرج عليك، وفضل دايم الضغط عليهم بده. متفق معاك، ده شغل نفسي. بس متفق معاك، بس انت بمرحله لمرحله لظرف لظرف معين، لكن ما بقاش معايا على طول. انا مش ضد العلم، ما بقولش يا عم تدي العلم، لا انا مش ضد العلم، بس انا بقول لما بيجي الشيء من صاحبه بيبقى تاثيره اقوى. يعني لما بيجي لي من المدرب بيبقى اقوى، لما بيجي لي من رئيس النادي بيبقى اقوى. التاثير النفسي والعمل النفسي ممكن اجتماع مع رئيس النادي يزيح عني حاجات كتيره قوي، ويفوقني لو انا دخلت في غيبوبه، يفوقني منها من رئيس النادي، وممكن تبقى من المدير الفني بتاعي اللي انا قريب منه وبحبه. غير لما هيجي لي واحد قاعد معايا انت ايه متضايق ليه زعلان ليه، وانت مالكش تاثير برضو عليا، لانك انت حتى وان كان التاني عنده مفاتيحك ما عندك ما عند ما في عنده فهمني. طب انت بقى هتنفع يعني هتاثر على المدرب ازاي ان انا العب مثلا؟ يعني اذا كانت مشكلتي هي اللعب ونفسيتي تعبانه من اللعب، طب انت فهمتني كمحلل نفسي هتنقل بقى الكلام ده للمدرب؟ لازم المدرب يقتنع على طول. طب انا ليه بلف؟ ما بروح للمدرب على طول. ولو عندي مشكله ماديه او طبعا مع الشخص المسؤول رئيس النادي على طول، او مدير الكوره او الشخص اللي هو المعني. لكن من غير ما، لكن انت الظرف اللي تقول وقتها محتاج لطبيب نفسي او ايا كان الاسم، او معالج نفسي او ان هو يخرجني من الحاله اللي انا فيها دي، لانها حاله جماعيه. هنا كانت حاله جماعيه، فكنت محتاج ان حد يخرجنا كلنا. لكن انت بتبقى على مدار الموسم بتبقى الحالات فرديه، فدي بتبقى عايزه المدرب مباشره. عشان كده بقول لك ان من ضمن عوامل نجاح اي مدرب واسباب نجاح مانويل جوزيه مؤهل في الجزئيه دي، ان هو مؤهل ازاي يتعامل مع اللاعبين، يضحك معاهم امتى ويهزر معاهم امتى، ويحضر عيد ميلاد امتى، ويقول نكت امتى، ويقول افيهات امتى، ويتقمص امتى، ويشخط امتى. وممكن تسمع صوته وانت بره في اوضه، من بره اوضه اللبس ب 10 كيلو. هو ده وايه كسبان. اللي انا كنت اعرف من بعض اللعيبه ان هو بتبقى كسبان وداخل مودي لك وش تاني، وزي ما انت بتقول مدور على اي حاجه فارغه وماسك فيها وعامل منها موضوع. ايوه هو قاصد بالظبط، هو فرحان بس هو شايف ان الفرحه تغري عند اللعيبه. ودي مش يعني مش الفوز لكن يتلكك لاي حاجه. الكره الفلانيه اللي انت سبتها وطلعتها، ويعمل منها موضوع ويقعد وهنتكلم، ويخطف الكبير وتوصل للانسان الصغير. فانا المعالج النفسي مطلوب، ولكن في ظروف معينه او في وقت معين او في حالات معينه. لكن دايما بقول تاتي من المدرب اولا. عشان كده اقول لك من ضمن سمات نجاح المدرب ان هو يكون عنده قدره على التعامل النفسي مع اللعيبه اللي معاه. طب دي مساله شخصيه في قدرات المدرب طبعاً. كشخصيه طبعا، ولا تاهيل ليهم برضه؟ ما هو اذا كان مش عايز ياهل نفسه انا هعمل له ايه؟ ما عشان كده في مدرب يبقى في ناجح ومدرب مش ناجح، وعشان كده في مدرب كان نجم كوره كبير قوي ممكن ما يكونش مدرب ناجح. دي الفروق الفرديه بقى، ويكون مدرب ناجح جدا وما كانش اصلا لاعب كوره اصلا. دي فروق اللي هي فرديه، وانت بتاهل نفسك زي ما انت بتقول. في مدربين بتاهل نفسها، وفي مدرب هو معتمد على شويه الحاجات اللي اتعلمه وهو ملاعب، او خده من مدرب اجنبي كان بيتطرن تحت ايده وشغال عليه، ما بيطورش نفسه. لكن دي حاجات ترجع لك انت، انت عايز تنجح فبتاهل نفسك، بتتعب، بتقرا، زي التلميذ اللي عايز ينجح وعايز يخش كليه مرموقه، مش هيكتفي بان هو يعني يحفظ الدرس وخلاص. لا بيزيد وبيزود ساعات المذاكره، وممكن ياخد درس خصوصي، وممكن ممكن ممكن عنده يرفع الكفاءه. عشان فده تاهيل المدرب، هو مسؤول عنه. وعشان كده احنا بنعاني، احنا في مصر بنعاني من نوعيه المدربين دي. المدرب ممكن تبقى انت فنيا كفء، ولكن عندك في نواقص في السمات الشخصيه تعطلك، معطلة الفنيات اللي عندك. وممكن الفنيات عندك مش عارفه توصل للعيبه. لانك ما عندكش القدره انك توصلها. التوصيل. لان التدريب ما هوش ملعب بس، ده هم 45 او 90 دقيقه في الملعب، الباقي ساعات بره الملعب. صحيح صحيح. طيب